انا عطيتك مثال قبيله حي قبل ما يجي سيمون بريك وش سيمون بريك سيمون بريك وحنا عندي لقطه غنجيبها لانني انا حتى انا كنبقى عارفين ان انا ما كنبقاش نشوف شوفه كنشوف المقارنه قبيله واحد الكره تفرجنا في الريبار داري الدو جات كره اخرى هبك الكتف ديالو هنا صفر وهنا ما صفرش انا وياك ارمومه ونفس خطا ونفس خطا ونفس الحكم اه في لقطه واحده هنا وجابها البيت ما صفرش قال لك يلمس عادي واخا متكي عليه بظهره بيدو الاخرى لا متكي عليه بكتفه ويصفر لينا هنا هنا كنقول كل حكم ولكن شكون اللي كيسهل الماموريه اه وما هذوك الكاميرات الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين هذه منظومه رحنا شناها نهار الاهلي المصري مع الرجاء نهار ضربات لي في خطو مشى هذاك ديال السويسو عطاه وحده وحنا كنتباكاو ملي كنشوفو فيها راه ما لامسهاش بيد هذاك الشيء بوحد ولكن هنا في دوري خاصو يكون انحياز ملي يكون انا واحد المخرج جاي فواحد المقابله ها سيمونين معانا هذه غتسهل لنا انت هنا مادام اسمعني وخا يكمل خلينا نكمل الله يرحمك والدين انا نقطه مهمه هذه غادي نعطي فيها كله وغنختصر فيها الامور كامله وما تبقاش حيت انا اليوم البارح الشهر ليست هناك ضربة ونعاودها 600 مره ونمشي ندير لكم كاميرات نحطهم لكم في بلاصه من الجهه غتبان لكم ليس هناك ضربه جزاء تحايل ديال النفاتي لان المدافع حط هنا مطبقه وطبقوا كيبان المهاجم ديال الرجاء باغي يقلب عليه يطيح قبل ما يسوي يطيح جاي يطيح وحنا مدافعين كنا كنجمو المهاجم كون الكاميرات كانوا اربعه تعطيني وحده من الجهه وحده من الجهه غادي يشوف هذيك الجهه غيحيدها غيحبسها ويقول تسنى غادي يشوف هذوك الجويه اللورانيين كيدايرين وغنسال الماموريه على من على الفار وعلى الحكم الكره كاع ما كاينش البوليمي ولكن ملي كتعطيك لقطه وحده نبقاو متشبتين بها هي اللي كاينه راه كتبان لينا النص كتبان لي بينالتي والنص ما كتبانش لي بينالتي هذا هو فين كاين الاخطاء وفين الخطا هو ان اليوم الا بغينا راه غيبقى هذا الشيء راه غيبقى يوم كل اسبوع غنبقاو نشوفوا بوليميك غنبقاو نشوفوا اه اليوم ما كاينش الحمد لله غيجيو الملاعب غيتصوبوا هما فرحان الاشاره ديال الانديه ان شاء الله مستقبلا وغتحيد هذه الامور على مستوى الكاميرات والتثبيت ديالها في المواقع في الملعب على حساب الموقع والبلاصه ديالو غتسهل الماموريه على الفار ولكن في ظل الان هاد الملاعب اللي مقتصره وكنشوفوا فيها ما نقدرش كما قالت لنا سيمو بيلبرو قالك الا مشيتي للمحمديه راه تقدر واحد القنت ما تقدرش تحط فيه الكاميرا وخاصها تكون محطوطه فيه الكاميرا الا مشيتي للملعب مازال العربي الزاولي انا كنقولها كنشوف فيه بانه هاو سيمون غياكد ليا نقدر نشاهدو ونقدر نحطو كاميرات فواحد البلايص اللي يسالو مأمورية لأنه لا التيران ديال العب الزاوية لا في إمكانيات لا لا ما عندكش دابا بحال البارح راه الكاميرات ديال نقل التلفازي واش دابا أنت البارح منير ما عطاتكش جدود ديال لي زونكل لا كاينة واحد اللقطة اليوم اللي مهمة هو إلغاء الهدف ديال الوداد المخرج ما قالش يعطينا اللقطة ديال التسلل ما عطاوش الحكم هز التسلل تحيد هدف الوداد الناس دابا كلها ما كايناش كاميرا برافو دابا راني ولكن رموا الكاميرا ما تجي تسولوا يقول لك ملعب الحسن الثاني فاس ما بقيتش فين عطيت الكاميرا ديال لورجو ما عطاوش الكاميرا ديال لورجو في تيران الماتش ديال الوداد ما كانش الكاميرا البيتوين شنو هي البيتوين تتوريك الفرق بين رجل ورجل ديال المنافس رجل هذا تسمى البيتوين فين تتكون هاد البيتوين تتكون من مورا الشبكه الماتش ديال الوداد وفاس كان غير الماستر واللارج ما كانش البيتوين هاد الكاميرا سميتها البيتوين تتكون مورا هذا ولكن هاد الشيء كاين اختلافات هي كانت ولكن علاش كانت في العربي الزاولي وما كايناش عند الوداد فورماس انا حيت البارح لي زونغل دابا اللي كيخلقوا البوليميك انا علاش داكشي انا علاش قلت لك علاش ورا تهادوك راه واحد القضيه راه الله حتى الله يحسن لهم العام ورا الشتاء واحد القضيه حنا في المغرب حنا في المغرب غنقول واحد القضيه كنا تنضرب بالعاطفه كنا حنا في المغرب كلها بعينه دابا واحد السؤال حطوا لي واحد السيد في الصباح صديق هذا رياضي قال لي سي مبروك البارح ما تصفرتش هذيك اللقطه واش كان ينوض البوليمي كان غير ينوض البوليمي كان ينوض البوليمي كان ينوض البوليمي